مساء الخير، هذه الحرة الليلة وأنا حيدر المحرابي، ونقلب معكم مشاهدينا على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات. ونبدأ الساعة الأولى من الحرة الليلة من إسرائيل، حيث اختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مباحثاته مع القادة الإسرائيليين في مسعى للتوصل إلى تهدئة. وبعد لقائه أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، التقى اليوم رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني جانس والوزير في الحكومة الأمنية جادي أيزنكوت وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فيما وصل وفد من حركة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب الأمريكية برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار، بعد أن تلقت إسرائيل ردها على مقترح الهدنة، حيث رفضه نتنياهو وقال إن مطالبها وهمية. يأتي كل ذلك وسط خلافات داخل القوى السياسية الإسرائيلية. لم يكتفي وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين خلال وجوده في إسرائيل بتضمين جدول أعماله باللقاءات التقليدية الثلاث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونظيره الإسرائيلي، إنما مددها لتشمل هذه المرة أصواتا انتقدت الحرب الدائرة في إطارها الحالي ومعارضي نتنياهو ومنافسيه. الوزير الأمريكي التقى في هذا الإطار الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي أيزنكوت، إذ أشار بيان صادر عن مكتب غانتس إلى أنه أوضح لبلينكين أن استمرار إدخال المساعدات إلى غزة يتطلب مشاركة دولية وآلية للتأكد من عدم وصول المساعدات إلى حركة حماس المدرجة على لوائح الإرهاب، مؤكدا كذلك أن قضية الرهائن هي الأكثر إلحاحا اليوم. كما لفت البيان إلى أن اللقاء بحث تعزيز التطبيع مع السعودية وضرورة التوصل إلى حل سياسي في لبنان يسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، فضلا عن التعامل مع المحور الإيراني الذي يهدد استقرار المنطقة برمتها بحسب البيان. النقاط نفسها هذه بحثها بلينكين كذلك مع رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي أكد لضيفه أن المجتمع الإسرائيلي مصمم على إعادة المختطفين كأولوية والقضاء على حماس، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل العمل على قطع خطوط التمويل عن حماس. وفيما كانت محركات الدبلوماسية الأمريكية تعمل بكامل طاقتها في إسرائيل، وصل إلى مصر الخميس وفد من حركة حماس لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار. وفي هذا الإطار قالت مصادر رسمية مصرية إن القاهرة تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى والرهائن وإنهاء الأزمة الإنسانية. للحديث مشاهدينا معي من رام الله صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. سيد صيدم مرحبا بك معنا. إذا ما أردت أن تعلق على الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة واللقاءات التي أجراها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بماذا خرج وزير الخارجية من وجهة نظر فلسطينية؟ تحية لكم، كل التقدير والتقدير لأبناء شعبنا. هذه الزيارة بالنسبة لنا كانت كما سابقاتها، لا يوجد أي نتيجة من هذه الزيارة فعلية على الأرض. كنا نتمنى لو أن الإدارة الأمريكية أصرت على وقف إطلاق النار واتجهت نحو هذا الاتجاه، ونحن على تواصل دائم مع هذه الإدارة على أرضية أننا بحاجة لوقف إطلاق النار المباشر، لوقف هذه المذبحة، وأيضا لإدخال المساعدات ومنع تهجير الفلسطينيين، ولكن الأولوية الأولى أيضا تكمن في حل هذا الصراع، وهذا ما نريد أن نراه من الإدارة الأمريكية. لذلك لا أستطيع أن أقول فلسطينيا بأن لهذه الزيارة أي نتائج ملموسة بالشكل المطلوب، خاصة وأن أمريكا أيضا ضغطت باتجاه فك الحجر الذي تفرض إسرائيل على موضوع المقاصة أموال وضرائب الشعب الفلسطيني، الذي من أو التي من المفروض بالأحرى أن ترد للخزينة الفلسطينية حتى تتمكن من إدارة عجلة الحياة الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني. الوزير بلينكين ومسؤولون أمريكيون آخرون يقولون بأنهم ما زالوا متفائلين من إحراز تقدم من الأهداف الرئيسية التي أعلنوها من خلال هذه الزيارة وحتى الزيارات السابقة، تحسين الظروف الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين وكذلك تأمين إطلاق سراح المحتجزين. هل يعني تعتبر بأن هذا التفاؤل له ما يبرره على الأرض؟
حقيقة لا يوجد أي سبب للتفاؤل إزاء هذا الموقف الأمريكي. نحن مصرون على ضرورة أن تأخذ أمريكا القرار بوقف إطلاق النار وعدم الاستمرار في هذه الحرب، سيما وأن إسرائيل قد دفعت بحوالي 2 مليون فلسطيني الآن باتجاه منطقة رفح. للذين لا يعرفون، هذا 70 كيلومتر مربع، سيتعرض الآن لعملية عسكرية كما أعلن نتنياهو في لقائه في مؤتمر الصحفي بالأحرى أمس، وهذا يعني أن هناك المزيد من القتلى والمزيد من الشهداء والمزيد من الجرحى والمزيد من الدمار الذي سيلحق بالشعب الفلسطيني. لذلك إحنا نريد من الإدارة الأمريكية أمرين أساسيين: أولا أن تنسجم مع الرؤية الفلسطينية بضرورة وقف إطلاق النار والعمل على حل الصراع، ولكن أيضا القضية الثانية، نريد بالفعل أن تتجه الإدارة الأمريكية نحو أحد الخطوات التي أعلنت عنها والتي سبق وأن أعلنت عنها إدارات سابقة ولم تتخذ فيها خطوات فعلية على الأرض، ألا وهي الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبالأمس الوزير بلينكين تحدث بالإيجاب، قال بأنه نعمل من أجل مستقبل فلسطيني يكون فيه هناك دولة قائمة ومعترف فيها، وهذا ما نريده. نريد هل سألتم الوزير سيد صيدم متى سيكون الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطينية، خصوصا أن هذا العنوان بات يتكرر في الأيام الماضية كثيرا ويتم الحديث عنه أيضا كثيرا هنا في الولايات المتحدة، اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة؟ بصراحة أنا لم أشارك بالاجتماع شخصيا، ولكن نعم هذا ما أقصده، يعني الجانب الفلسطيني إذا ما كان سأله عن هذه التفاصيل. نعم، بطبيعة الحال الرئيس عباس سأله عن هذه التفاصيل وقال من المهم أن تتجه هذه الإدارة الأمريكية بخلاف سابقاتها نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، وهذه ستكون خطوة جريئة وخطوة بالاتجاه الصحيح. الحديث عن التطبيع مهم بالنسبة للإدارة الأمريكية، ولكن دائما ما نقول بأنه دون حل الصراع لن يكون هناك أمن وأمان وسنعود إلى ذات المربع. لذلك ربما القوة العسكرية تقنع الإدارة أو الحكومة الإسرائيلية بأنها ستستطيع أن تحقق الأمن والأمان، ولكن فعليا دون أن يكون هناك تحقيق لأحلام الشعب الفلسطيني لن يكون هناك أمن وسلام في المنطقة. لذلك نعم، القيادة الفلسطينية أشارت على الوزير بلينكين بكل هذه المعطيات التي تحدثت فيها. الوزير بلينكين تحدث عن المطالب التي وضعتها حركة حماس من أجل إتمام هذه الصفقة، ومنها التوصل طبعا إلى إطلاق كامل للأسرى الفلسطينيين والمسجونين لدى الجانب الفلسطيني مقابل إطلاق أيضا الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس. يقول الوزير بلينكين بأن هناك طلبات لا يمكن مناقشتها على الإطلاق. هل ناقش الرئيس محمود عباس مسألة الوحدة الفلسطينية؟ يعني هناك مطالب لحماس يعتبرها الوزير لا يمكن مناقشتها، هل هذا سيؤثر عن الوحدة الفلسطينية وسبل إيجاد الظروف الطبيعية كي يتم تسوية الصراع الداخلي الفلسطيني الفلسطيني؟ لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية منشغلة في موضوع ما تسميه بالصراع الفلسطيني الفلسطيني. نحن بطبيعة الحال نرى بأنه يجب أن يكون هناك وفاق وطني قائم على قناعة الجميع بضرورة المضي قدما نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإعمال القانون الدولي. والإدارة الأمريكية آخر ما تتحدث عنه هو موضوع الوحدة الفلسطينية الداخلية، لكن تحدثت عن كل المعطيات. ونحن نريد أن نقول للإدارة الأمريكية بأن هناك خطوات عملية تحقق النجاح والرضا للجميع، وأنها تأتي على حل الصراع بطريقة ذكية نستفيد فيها من هذه المحنة التي نعيش جميعا لنحقق مبتغانا بإقامة دولة فلسطينية، وأن يكون هناك التزام لدى كل الفصائل الفلسطينية، وهذا ما نؤكد عليه في منظمة التحرير، الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الالتزام بحل الدولتين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. هل هذا ممكن؟ طبعا ننتظر لنرى مجريات الأمور خلال الفترة القادمة، ولكن نريد للإدارة الأمريكية بالفعل كما قلت وأكرر أن تكون مختلفة عن سابقاتها بالاعتراف بدولة فلسطينية قولا وفعلا وليس فقط قولا. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة ضيفي من رام الله صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. نعود مشاهدينا للموضوع الذي نناقشه والملف الأول في الحرة الليلة، وهو اختتام زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة ولقائه بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. مع الآن من تل أبيب داني إيالون السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن. سيد السفير أهلا بك معنا. بلينكين يغادر من دون تحقيق أهداف يرى البعض، بل الأسوأ من ذلك يقولون بأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في أسوأ حالاتها،
خصوصا بعد أن أعلن نتنياهو صراحة بأنه يرفض هذه المبادرة ويريد استمرار الحرب. كم جبهة يريد نتنياهو أن يفتحها والحرب لم تضع أوزارها بعد؟ علينا أن نميز بين العلاقة بين الولايات المتحدة ونتنياهو وحكومته وبين الولايات المتحدة وإسرائيل. إسرائيل هي عنصر أساسي في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من أجل الاستقرار والأمن والقيم الديمقراطية. هذه العلاقة ستستمر. نعم، هناك اختلافات بين بلينكين ونتنياهو، ولكن هذا لن يكون عقبة في طريق العلاقات. هذا شيء، أو هناك شيء حققه السيد بلينكين وهو استمرار المساعدات الإنسانية. هذا شيء الحكومة الإسرائيلية لم تكن ميالة لعمله، لأننا وجدنا أن 60% من كل المساعدات الإنسانية إلى غزة يتم نهبها من قبل حماس. موقفنا واضح جدا، نحن نود أن ننهي كل العمليات وأن نصل لوقف إطلاق النار لما فيه فائدة الكل، ولكن لتحقيق ذلك على حماس أن تستسلم. إذا أرادت تجنب العمليات في رفح عليها أن تلقي السلاح وأن تغادر، وهناك مسؤولية يتحملها الجميع بما في ذلك المذبحة ضد الفلسطينيين. هناك مرضى ومسنين، وحماس لم تطلق سراحهم، وموقف حماس كان مبالغا فيه في ردها على المقترحات. هذا ما قاله الرئيس بايدن، وهذه عقبة. حماس وإرهابيو حماس هم العقبة. وهناك أيضا من يعتبر الشروط الإسرائيلية بإخراج قادة حماس من الداخل ونفيهم من الخارج الضيف والسنوار بأنها أيضا ضرب من الخيال كما يقولون. لكن أريد أن أعود إلى العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، أو بتعبير أدق الإدارة الأمريكية الحالية مع حكومة نتنياهو. يتساءل البعض باستغراب كيف لحكومة نتنياهو أن ترفض طلب أو ضغط أمريكي، وخصوصا أن الولايات المتحدة كانت أول دولة أتت بعد 7 أكتوبر لدعم ومساعدة إسرائيل في مواجهة هذه الحرب أو في مواجهة حماس. المسألة ليست أن إسرائيل ترفض، على العكس، نحن نتشاور، وإسرائيل دولة سيادية خضعت وتعرضت لهجوم شنيع من جانب حماس. وليس هذا فقط، حماس وعدت بتكرار 7 أكتوبر. إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، والأمريكيون هم الأوائل الذين يفهمون ذلك. إذن العلاقة ستستمر، وحتى لو كانت هناك اختلافات إلا أن هناك اتفاقيات أو توافق. ماذا عن الانقسامات في الداخل الإسرائيلي، خصوصا بين المعارضة وداخل حكومة نتنياهو نفسه؟ برأيك هل يقاتل نتنياهو الآن كرئيس حكومة أم كسياسي يخاف على مصيره السياسي بعد إيقاف هذه الحرب؟ هذا سؤال جيد. نعم، في إسرائيل هناك الآن معسكران سياسيان، هناك من يدعم نتنياهو وهناك من يعارضه. أعتقد أن من يعارض نتنياهو هذا المعسكر أكبر من الداعمين. لهذا السبب هو لا يريد الانتخابات الآن. لو أجريت الانتخابات اليوم نتنياهو لن يكون رئيسا للوزراء، ولكن لديه القوة في هذه اللحظة. ولهذا السبب هناك استمرار للدعم من جانب كل مؤسسات الدولة. طبعا الدعم للحكومة الشرعية، لقد فازوا بالانتخابات بطريقة ديمقراطية وسيستمرون إلى أن نرى تشققات في تحالفه. ربما الأمريكيون يودون أن يروا هذا.
أو هذه الصاروخات. أيضا الوزير بلينكين التقى مع قادة المعارضة، مع السيد لابيد، ولن أفاجأ لو الإدارة الأمريكية تود أن ترى تغيرا في الحكومة في إسرائيل، حيث السيد لابيد ينضم والأحزاب اليمينية للسيد سموتريتش وبن غفير تغادر الحكومة، وهذا شيء يفكر فيه الأمريكيون. مرة أخرى إسرائيل دولة ديمقراطية وتعددية ونشطة. شكرا لك من تل أبيب داني أيلون، سفير إسرائيل الأسبق في واشنطن. شكرا. ومشاهدينا نتابع هذا الملف والنقاش، ولكن الآن معنا من واشنطن ديفيد ماكوفسكي، مدير مشروع كوركت حول العلاقات العربية الإسرائيلية في معهد واشنطن. سيد ماكوفسكي، مرحبا بك. بلينكين، الوزير بلينكين، ومسؤولين أمريكيين من خلال هذه الزيارة الخامسة للمنطقة يقولون بأنهم ما زالوا متفائلين من إجراء وإنجاز الأهداف التي ذهبوا إليها، خصوصا فيما يتعلق بتحسين الظروف الإنسانية للفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن. من أين جاء الوزير بلينكين بهذا التفاؤل والرفض ما زال هو سيد الموقف سواء كان من إسرائيل أو من حركة حماس؟ كما أشرت، حماس يبدو أنها هي التي رفضت مسودة باريس، قدموا عرضا إنهاء الحرب وخروج إسرائيل من غزة، وكل هذا على مدار 135 يوم من الهدنة. وأعتقد في الواقع وكمحلل علينا أن نقول أن القصة الآن هي القصة على الأرض. إسرائيل قد تحتاج إلى 10 أيام، هذا ما سمعناه، لإنهاء مجهوداتها الخاصة بتدمير الأنفاق في خان يونس. ونعتقد أن يحيى السنوار ومحمد الضيف هناك والدروع البشرية هم الرهائن، وسيكون لدينا إحساس أفضل بعد 10 أيام هل إسرائيل نجحت في أسر هذين الاثنين أم لا. رفح الموضوع معقد أكثر بكثير نتيجة لوجود المدنيين الفلسطينيين، وأنا متأكد أن هذا نوقش مع الوزير أو بين الوزير ونتنياهو. لا أعتقد أنه اتخذ قرار بشأن رفح، الكثير من الوزراء يريدون الذهاب إلى هناك، ولكن الموضوع معقد نتيجة لوجود المدنيين والتركيز هل إسرائيل ستنجح في خان يونس، وإذا لم تنجح سأفاجأ لو أن موضوع الرهائن لم يتم إعادته من جديد. هذه النقطة سنتناولها في ملف آخر ما يتعلق بالحرب في رفح وكيف سيكون رد الفعل عليها، ولكن دعني أبقى في إطار هذه الزيارة للوزير بلينكين والتفاعلات التي جرت مع الجانب الإسرائيلي وكذلك الجانب الفلسطيني. كان معي ضيف قبل قليل من رام الله، ضيف فلسطيني، كان يتحدث بأن التعويل الآن هو على الجانب الأمريكي. الولايات المتحدة وعدت بالاعتراف بدولة فلسطينية، وأنا أضيف أنه الولايات المتحدة بوسعها أن تطلب إيقاف الحرب وسيتم إيقاف الحرب فورا. لماذا يتم لوم رئيس الحكومة نتنياهو إذا كان الأمر بيد الولايات المتحدة يقول البعض؟ الرئيس بايدن لم يدعو إلى إنهاء الحرب، الرئيس بايدن دعا لإنهاء حكم حماس في غزة، حماس التي ترهب شعب غزة، وشعب غزة هم رهائن في يد حماس. هذا هو الموقف الأمريكي، ومن الواضح أنه لو الولايات المتحدة كانت ناجحة مع إسرائيل، وهنا نتحدث عن مرحلة جديدة، إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، والضيف ربما تحدث عن مستقبل الدولة الفلسطينية.
الموقف الأمريكي ليس إنهاء الحرب حاليا، وإنما إسقاط حماس من السلطة وتحرير الرهائن من خلال المفاوضات إذا أمكن، ولكن الفجوة الآن بين الأطراف كبيرة. بعد أكثر من أربعة أشهر على هذه الحرب، سقوط أكثر من 26,000 قتيل، نسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، وهذه الأهداف التي أعلنت في السابق لم تتحقق، لم يتم القضاء على حماس ولم يتم إطلاق سراح الرهائن. نتنياهو يقول سنواصل القتال والنصر بات قريبا وعلى بعد أشهر فقط. هل تتحمل الولايات المتحدة بضعة أشهر أخرى ستأتي بتداعيات كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالمدنيين في الأرض في غزة؟ كما قلت سابقا، موضوع رفح موضوع خطير، ولكن لا أعتقد أنه تم حله بعد. أيضا لم نذكر مصر، مصر عامل هنا، وأميل للاعتقاد أن الحملة في خان يونس عندما تستكمل، وسنرى هذا بعد 10 أيام، ستكون هناك محادثات جادة بين المصريين والإسرائيليين والأمريكيين، لأن لا أحد يريد الإضرار بالمدنيين. وأعتقد أن القرار حسب علمي لم يتخذ بشأن رفح. لا أرى هذا يستمر لأشهر، أي الأعمال العدائية والتركيز على خان يونس. إسرائيل تقول 18 من 24 كتيبة لحماس دمرت، يبدو أن هناك عدد قليل منها، ونحتاج أن نرى. ولكن بعد خان يونس سيكون لدينا إحساس أفضل، هل موضوع الرهائن سيتم حله؟ إذا حل هذا الموضوع فهذا سيؤدي إلى وقف أطول لإطلاق النار. ديفيد ماكوفسكي، ضيفي من واشنطن، مدير مشروع كورت حول العلاقات العربية الإسرائيلية في معهد واشنطن.